والحمد لله، الصلاة والسلام على سيدي رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. احنا دلوقتي قبل مغرب عرفة، وانا يعني حبيت اشارك مع حضراتكم كرم ربنا والوقفة اللي ربنا ادانا الاذن فيها، وادعي لحضراتكم في عرفة من فوق عرفة، وكل واحد عنده نية كده ونفسه انه كان يزور بيت ربنا سبحانه وتعالى ويحج، ياخد النية وهو كده بصره بيشتاق للمكان الكريم ده. فقلت أدعي كده من المكان ده لعل ربنا سبحانه وتعالى يجمعنا مع بعض كده قريب، وهو على كل شيء قدير. اللهم صرفنا من هذا المكان إلى ديارنا وقد غفرت لنا ورضيت عنا وسامحتنا. اللهم وسع علينا في أرزاقنا، اللهم اكتبنا عندك من أهل الجنة بغير حساب ولا عذاب، ارزقنا الفردوس الأعلى من الجنة بغير حساب ولا عذاب. اللهم ارزقنا الفردوس الأعلى من الجنة بغير حساب ولا عذاب. اللهم أعتق رقابنا من النار يا مولانا، اللهم أعتق رقابنا من النار يا مولانا، اللهم أعتق رقابنا من النار يا مولانا. اللهم ردنا إليك مردا جميلا. اللهم من أراد ببلادنا خيرا فوفقه لكل خير، ومن أراد بنا شرا أو بلادنا شرا فاصرفه عنا واشغله بنفسه. اللهم وسع علينا في أرزاقنا، أرزاق المباني وأرزاق المعاني. اللهم استر بيوتنا واستر أعراضنا. اللهم اسمح لنا بعبادتك وأذن لنا بطاعتك. اللهم اسمح لنا بعبادتك وأذن لنا بطاعتك. اكتبنا عندك يا ربنا في ديوان رحمتك، واستقبلنا في قبورنا بمحبتك، ويوم القيامة برحمتك، وأنت على ذلك قدير. اللهم استخدمنا لنصرة دينك بتمام الرحمة وكمال العافية، استخدمنا لنصرة دينك بكمال الرحمة وتمام العافية. يا رب كل واحد فينا عنده أمنية وهم في قلبه، أعطنا فوق ما نتمنى وفرج همومنا، وسامحنا يا رب، أحسن خاتمتنا، ورد عنا آبائنا وأمهاتنا يا مولانا يا ربنا. صلي اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد. الحمد لله رب العالمين.